بمشاركة 11 فنانا من مختلف المحافظات السورية، انطلق في المتحف الوطني في محافظة اللاذقية ملتقى التصوير الزيتي أغافي، وذلك برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارة السياحة. الغاية من هذا الملتقى هو نشر الثقافة البصرية بالمجتمع. الملتقى هو بيخلق حوار ثقافي بين الفنانين، بيشوفوا تجارب بعض، حتى الجمهور بيشوف الفنان كيف بيبدأ لوحته، كيف بيأسسها، كيف بينتهي منها. من ناحية مشاركتي عم بشارك بقطعة أثرية سورية معروفة جدا، هي ربة الينبوع، بس عم بعطيها أبعاد خاصة باللوحة تاعيتي. يعني اليوم نحن بمتحف الوطني بمدينة اللاذقية بملتقى تصوير زيتي، هو بضم مجموعة فنانين كبار. كتير حلو إنه الفنان يطلع يرسم بالطبيعة، دائما هو بيكون بمرسمه بجو منغلق شوي له فرديته، فهذا الجو بيعطيه فرصة لحتى يحاور زملاء الفنانين المتلقي. طلب منا نقدم عملين فنيين، طبعا كل واحد بيرسم بالاسلوب اللي بيختاره بالموضوع اللي بيحبه. يعني هيك ملتقيات هي مفيدة جدا للفنانين انه يتعرفوا على تجارب بعض. مكان حلو كتير متحف اللاذقية، كل واحد بيقدم تجربته يعني تقنيته وين وصلان. طبعا بشروط هيك، ما انا بشروط الفنان الخاصة، تحاول تتأقلم مع الجو العام. الملتقى يهدف إلى نشر الثقافة البصرية في المجتمع وخلق حوار ثقافي بين الفنانين والجمهور لتتشكل حالة روحية بين اللوحة ومقتنيها.